يعني هي محبتنا لأم المؤمنين. يعني كل من يبغى دم المؤمنين يبغى رسول الله. الله أكبر. يعني في إيش عندك أكثر من هيك حديث أوضح لك عزة أم المؤمنين عند رسول الله. أحسنت. صلى الله عليه وسلم. أحسنت أحسنت. زين أنت انتظر بس عندنا إلزام. تفضل أخونا عالم الظلمات. عالم الظلمات. وبعد ذلك الأخوة. السلام راح أخذ. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أول شيء إنه بما إنه هالقدي أم المؤمنين بحب رسول الله، ليش ما كافته بهذا الحب وطاعة وطاعة الله وطاعة القرآن؟ هذا سؤال لضيفك. بما إنه هذا الحب والإخلاص من رسول الله رسول الأخلاق، ليش ما عائشة نفذت حكم الله وأمر الله وأمر القرآن وأمر نبي الله ورسول الله وزوجها؟ هذا السؤال موجه إليك أخ معاوية، يا ريت تجاوبني عليه. تفضل جاوب. هذا السؤال كتير محيرني. تفضل معاوية جاوب. ما سمعتش السؤال، الصوت عم يقطنش. رح أرجع عيد السؤال على 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 راسي. عم تقول كان حب رسول الله لزوجته عائشة أم المؤمنين حبا، يعني يا محلى روميو وجولييت عبلة وعنتر، هذه القصص اللي بالخيال تفوق الخيال. طيب بما أنه رسول الله الأب كان مكرمها ومعززها ومفضلها عن سائر الزوجات، ليش ما كافت عائشة كافأت رسول الله وأطاعت أمر الله والقرآن وأمر رسول الله واللي هو زوجة نبي مرسل من رب العالمين ونازل عليه الوحي، ليش ما أطاعت هؤلاء الأوامر؟ يا ريت تجاوبني، بدي جواب مقنع منك. أنا كزوجي، لا زوجي نبي ولا أنا أبوي صحابي ولا أنا أمي شيء، اطيع زوجي لأنه الله أمرني ونبي الله علمني والشرع علمني الشريعة. فيا ريت انت هلا تقلي ليش عائشة ما طاعت حدا منهم؟ تفضل جاوبني. هي بماذا ما اطاعت يعني شو المسلمين؟ يعني بماذا ما اطاعت النبي؟ اعطيني ما في يعني ما في. اولا عصت امر الله، عصت امر الله، ما يقلب القران ربا ما تطلع من البيت. وقرنا في بيوتكن. نعم. ليش طلعت؟ بدي اقولها بالعاميه، ليش طلعت؟ انا زوجي هلا والله ضروري انا هلا منه موجود لحظه شوي. انا زوجي هلا مش موجود بالبلد اللي انا ساكنه فيها، قال لي انا ما بسامحك او ما بقبل تظهري على مكان اذا انا خالفت امر زوج عادي منه نبي. هيدا عند الله شو وعند الشريعه شو؟ الله انسان عاصي نشاز نشاز. أنا واجب الدين والأخلاق والإخلاص والمبدأ والعقيدة أني أنا التم بكلمة زوجي، إطاعة زوجي من إطاعة الله وإطاعة أهلي إطاعة الله. يلا جاودني. عائشة خرجت من منزلها وهي زوجة رسول الله، كانت بعد زوجي على ذمة رسول الله، ليش خرجت من بيتها؟ تفضل جاودني. جاوبها. يلا راح اجاوبك. اولا ام المؤمنين خرجت للاصلاح. هيدي اللف والدوران ما بيمشي علي، انا اللف والدوران ما بتمشي علي، بدك تعطيني جواب مقنع. تفضل جاوب. خلينا نحكي نعطيك الجواب. تفضل. يلا انا هعمل كتم. بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله عنه استلم الخلافة سيدنا علي رضي الله عنه، فسيدنا علي 3 أشهر لم يقم بالقصاص من قتلة عثمان، فبدأت الأحكام. مش واجب عليها هي، مش واجب عليها هي تقيم الحرب، مش واجب عليها هي. رد على الدغري، بدي رد لك على كل شيء عشان ما أنسى. هي ليست واجب عليها بالقتال وليس بقيادة الحرب، ولحد هيدي الساعة ما في امرأة قادت حرب. ليش هي قادت الحرب؟ هي شو خاصة؟ تفضل. ما في رجال؟ ما كان في رجال؟ يا هنسة بس خلينا نجاوب. انت عم نسمع منك، عم تتدخلي، اسمعي شوي وبعدين احكمي. بعد ما قتل سيدنا عثمان عندما قاموا عليه الغوغاء،
فاستلم الحكم سيدنا علي رضي الله عنه. سيدنا علي تمهل، فبدأت المشادات والمشاورات أنه علي مو قد الحمل. فخرجت أم المؤمنين لتأخذ القصاص من قتلة عثمان عشان بين الصحابة. هذا خروجه، خروجه لله في القصاص، ليس لمحاربة سيدنا علي. أي واحد. اثنين، الزهراء رضي الله عنها لماذا خرجت من بيتها إلى أرض فدك؟ ما خرجت من بيتها، أنا قرأت الروايات الشيعية، بيتها كان مسجد رسول الله، بيتها كان المسجد، بيكفي تدريس على الزهراء، مسجد سيرة الزهراء، بنت محمد ما بتجيب سيرتها، بنت محمد ما بتجيب سيرتها، ما تجيب سيرة بنت محمد، بنت محمد ما بتجيب سيرتها، ما بتجيب سيرة بنت محمد، خليك بعائشة. سنتي تفضل كفي سنتي. عنكر الروايات بتقول فأمسكت بجلابيب عمر وأرادت أن تسيء الأدب. هذا الكلام يقال على الزهراء؟ تفضل. أمسكت بجلابيب سيدنا عمر. اسمع اسمع رواية هاي ما تسمع. وين 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 اصبر اقرأنا الرواية. والله الكذب والله الأخت زين وياه. الإمام علي لزم الجلابيب عمر وأطرحه في الأرض. يكذبون دينهم الكذب. كنت مفكرة عائشة تروي على روايات على رسول الله، روايات فيها إهانات لكرامة وعرض رسول الله وشخصية رسول الله ونبوءة رسول الله ووحي رسول الله. انت مفكر بنت محمد المعصومة الطاهرة المطهرة مفكرة مثل عائشة تروي هيك روايات او يروى عليها هيك روايات؟ ما بيحكي مع تدليس الكذب على الناس. هاي بنت رسول الله، أبوها معصوم، صوتك بي زوجها معصوم، هي معصومة، ولديها معصومين، هي أمة الأطهار. بيكفي غش، بيكفي كذب، بيكفي تدليس، بيكفي منكم تردوا أهل بيت محمد. إلا أهل بيت محمد، إلا أهل بيت محمد، كنتوا بعدوا عنهم، ما تتدخلوا فيهم، لعنة الله عليكم. بيكفي حرقتوا قلبنا، لكن بيكفي خافوا من الله. الأخت كانت سنية أعتقد سنية وتشيعت لأنها خدعت. الكلام صحيح أبو كريم أنها كانت سنية؟ نعم نعم استبصرت قبل كم شهر. لا حول ولا قوة. والله يا أخواني المستبصر حرقة في قلبي. شوفوا أحد الأخوة الأخ الحبيب المشرف العام على القناة يقول ممكن يحضر البث، وقلنا له فداها البث والله العظيم. يا سيد يا سيد يا حاج عمي رسول رسول بلاشي، والله أنا ممكن تبع أي رسول منه، ما خلنا شيء بيقر اليتيم وفي روايات عنه وقول أنا بتمنى اليتيم اللي بتمنى يتيم، أنا مكافل اليتيم في الجنة، عملوا إنسان محط عملوا إنسان زير النساء عملوا شارب القمر عملوا كل شيء عملوا انسان لبوش. الله الله يرحم هذه العبارات. الله يرحم على بنت فاطمة. الله يرحم هذا عندك حب على الشيء. الله يرحم هذه حب على ابو مالك. ابو عائشة بيقول يتردف بس ابدي، بيقول رضي الله عن ابن ملجم قاتل علي. من استبصر لحد اليوم ما وقف دموعها. موجودين اجرحت قلبي عم بتحملكم، قد الله يطول الناس خشيتوا الناس
لك وصلت الناس لجهنم، كم من جيل راح جهنم، كم من جيل راح جهنم. يا عم تخفوا الحق، يا عم تخفوا الحقائق على المسلمين. ما حدا بيوصل لأهل بيت رسول الله. الله كرمهم، هو الله خالق السماوات. الله يرحم هذه الدموع. بس لحظة، خلي أكلم المشاهدين. ارتاحي أختنا، أكلم المشاهدين. شوفوا إخواني، هذا ذكرني بالأخ عمر من الأردن. الأخت ذكرتني بالأخ عمر من المغرب، اللي هو الآن يتصل. الآن أستقبل تليفونه، وذكرني بالشيخ الله يرحمه برحمته الواسعة، الشيخ حسن شحاتة. حسن شحاتة كان تربطني بعلاقة قوية، يدري الأخ السيد ميثم وأنا نشرت في القناة أحد التسجيلات الخاصة اللي كان بيني وبينه. فقلت له شيخنا، أنت ليش بهذه الحدة وبهذا العنف وبهذا، يعني أقوى حتى من الأخت خطية، أنت شفتوا الآن الانهيار اللي عنده. قال لي يا حق وعد، هذول أولاد الهذا الكذا خدعوني لمدة 50 عام وهم يكذبون علينا. إيه والله، 50 عاما وأنا أتحمل كذب هؤلاء. وإذا بالأخ عمر أيضا يقول لي 50 عام، ولولا فضل الله تبارك وتعالى وابنته الآن. أنا مضطر أخونا، بس بعد شوي أخذ الأخ عمر. لولا فضل الله تبارك وتعالى وابنته التي شيعته لبقي على هذه العقيدة. فقلت له لماذا أنت عندك عصبية وحدة؟ الدعوة تريد الإنسان الهادئ. فقال لي خدعوني لا أتحمل، كما أن الأخت لا تتحمل. فيا شيعة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا الوقت اللي تشوفون القناة هدوء، صدقوني الذي عنده حاجة من الله تبارك وتعالى يطلب من الله. فهذه بدموع هذه الأخت، بعبرات هذه الأخت، أسأل الله أن يقضي حاجة كل إنسان يتابع هذه القناة. وأنا وهي في هذه الحالة أطلب من الأخت اللي كانت سنية والآن شيعية أن تدعو لي. ووالله الأخت إن دعت لي في هذا الوقت، والله إنني لمن الفائزين، هكذا أعتقد. لأن المستبصر إخواني معاناة قوية، شفتوا الحرقة، سمعتم الحرقة، معاناة قوية، خداع، صراع، إلى أن انتقل إلى حيث النور. نسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا. مجرد توضيح، أولا بيت الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ملاصق للمسجد، وحديث سد الأبواب شخير شاهد على ذلك. سد الأبواب كلها إلا باب علي، وكان يدخل المسجد وهو جنبا كما في الأحاديث الصحيحة عند القوم، ولم يحل الله تبارك وتعالى ذلك له إلا له وللنبي صلى الله عليه وآله وسلم. بيت علي عليه السلام يدخل له من داخل المسجد. فهؤلاء السلفية كلما أرادوا أو كلما حصروا بمسألة يحاولون الطعن، يعني هو سيدنا امرأة بيتها في المسجد ومع زوجها ومع بيتها في المسجد، عندما وضعت ملاءه، يعني وضع ساتر، وكانت تخطب فيهم، هي هاي مثل صعدت لها على احسن وخرجت 1442 كيلو. انا حسبتها اخواني قطعه 1442 كيلو سيدنا، سويت عليها بالجوجل ماب، إذا تريد مشي راد لك 22 يوم. زين ما تريد تنام،
المرة تجيها ما تجيها، تريد تسبح، تريد كذا، تريد كذا، انت ايش عندك رايحة؟ وذول اللي كانوا معها، هذا اللي بالليل يشحذ السيف، تقابل من؟ أقابل علي وجيش علي سلام الله عليه على علي. هذا إجرام. العدد يذكر ابن قتيبة في الأخبار يقول عدد الذين قتلوا في معركة الجمل 40,000. 40,000 إخواني، مدينة كاملة اليوم، مدينة كاملة بحاجة إلى مدارس وأقضية ومستشفيات وشرطة وتنظيم وسوق، دولة مدينة كاملة قضت عليها معاشة بجرة قلم والله العظيم، مدينة كاملة. ولما تتكلم سيدنا، لما تتكلم يقولوا لك أنت تتكلم عن زوجة النبي، يعني أنا دافع عن علي حرام، ولما أظهر حقيقة عائشة وطلحة والزبير حرام، طيب شو الحلال؟ إيش هو الحلال؟ شنو حد زوجة؟ زوجة النبي شنو؟ لماذا الله سبحانه وتعالى ضرب مثل في القرآن الكريم بامرأة؟ المن إلي أنا، ها لك، المن ضرب مثلا لمن؟ سيدنا حج، سؤال بريء، ليش الله يقصنا قصة زوجة نبي الله نوح وزوجة نبي الله لوط؟ ليش؟ شنو السبب؟ زين، هاي هل من قامت التاريخ من آدم إلى اليوم آلاف القصص، يعني قصرنا هاي القصة للتسلية، يريدنا نتسلى، هي غير للاتعاظ. هو هذا كلام عمار يقول إن الله ابتلاكم بها ليعلم إياه تطيعون أم هي طاعتها مقابل طاعة الله. وهؤلاء يطيعونه، هؤلاء قدموها. حجي الفاضل دقيقتين إذا ممكن، الله يخليك. تفضل دقيقتين. تفضل. من أفتى بقتل عثمان؟ اقتلوا نعثلة فإنه كفر. من أفتى؟ عائشة أفتت في قتل عثمان، قالت اقتلوا نعثلة فإنه كفر. تحياتي لكم. شكرا لكم. تفضل من أي مولانا عباس. تفضل. رحم الله والديك حجي. حجي أنا طبعا هاي الشغلة دايخ بيها. أنا أعرف مذهب أهل السنة. أهل السنة يقولون من النبي صلى الله عليه وآله إيش قال؟ قال اللهم والي من والاه، يقولون محبة ونصرة. هذا مذهب أهل السنة. مذهب الشيعة شو يقولون؟ يقولون لا، هاي الإمامة والولاية. أنا أريد أفتهم عائشة شو افتهمت من هذا الكلام؟ المحبة والنصرة والإمامة والخلافة. الله أكبر. أشوف هي لا على مذهب السنة ولا على مذهب الشيعة، شالت سيف ولحقته. الله يوفقك. زين عكامه بالفاي. الله يرحم البطن اللي حملتك على هذا الالزام. لا هي محبه وصارت ويا المحبه، ولا هي ولايه وصارت ويا، يعني والله حرنا. المشكله وين اخونا عباس يا اخواني المشاهدين الكرام؟ المشكله لما تريد تتكلم بهذا الموضوع يقولوا لك انت تطعن، انت ما اعرف ايش. يابا مو اطعن، والله ما اطعن. واذا كان طعن شو رأيك الآن أجيب لك حرب الجمل من صحيح البخاري؟ طب هذا طعن. طب ليش أنت تطبع الطعن يوميا وتوزع بالملايين في صحيح البخاري؟ طب ليش تطبعه لأولادنا؟ يعني أنا الآن لو قبل 600 سنة ما مطبوع البخاري ممكن ما أجد هذا الحديث. أنتم تطبعوا وتعملون مؤتمرات للبخاري، وعندما أقرأ للناس البخاري أتطعن. انتهى الآن زمن إظهار الحقائق.